عليكم. احنا دلوقتي هنشرح اول نوع من الكومباينيشن عندنا في chapter 1 اللي هو linear combination. طب ايه هو linear combination ده؟ هو مشابه للي احنا كنا بنعمله، بس الفرق ان احنا بقى عندنا كذا variable مش variable واحد، وهم كلهم بيبقوا اساسا مثلا distribution بتاعهم normal، فبالتالي برضو distribution اللي هيطلع لنا هو normal. نورمال ايه؟ اللي هو ميو وسيجما سكوير. طيب هناخد مثال على الكلام ده عشان يبقى الموضوع اوضح. ده مثال من الكتاب، من الاسئله اللي بتنزل في اخر كل تشابتر. فعندنا السؤال الخامس كان بيقول ان x و y are independent random variables، وادانا x هي normal distribution 0 16، والواي هي normal distribution 5 و 4. وقال لي ان هو عاوز الdistribution بقى بتاع x plus 2y. يعني ايه عاوز الdistribution بتاعه؟ يعني يقول له هو distribution مثلا نوعه normal، كاي اف ايا كان بقى، في حاجات لسه هناخدها. دلوقتي اللي احنا نعرفه يعني normal. اقول له بقى normal مثلا كام وكام، يعني ادي المين والفاريانس. طيب انا هعمل ايه؟ انا محتاجه المين، فهقولي ال expected of x plus 2y عشان اجيب المين بتاعه. احنا قلنا كنا ممكن نقسمها ال expected x plus expected 2y، وال 2 دي constant ممكن يطلع بره زي ما هو، فيبقى عندي expected x plus 2 expected y. هجيب بقى الارقام دي منين؟ هو مديها لي المين of x ده اللي هو بزيرو زي ما هم تقولي، هعوض عنه. والمين اوف واي عندي برضو هنا بفايف، يبقى زيرو بلس تو تايمز فايف ايكوال تن. انا كده طلعت المين بتاعي. محتاجة ايه تاني؟ محتاجة الفارينس. طيب يبقى الفارينس اوف اكس بلس تو واي، ممكن اجزأه الفارينس اكس بلس فارينس تو واي، وممكن اطلع الاتنين دي برا، هتطلع بكام؟ باربعة. اي حاجة في الفارينس كونستنت لما بنطلعه ايه؟ سكويرد. ولو في اي نيجاتيف بتروح، بتبقى خلاص بوستيف. يعني لو ده كان ماينس فارينس 2y هتبقى برضو بلس 4 فارينس y. تمام. كده عندي هعوض بقى الفارينس اوف x، هجيبه من الديستريبيوشن بتاع x. الفارينس عندي ب 16 سيجما سكوير، يبقى حطه 16 بلس ال 4 فارينس واي. عندي الفارينس واي هنا ب 4، يبقى ده كله يديني كام؟ 32. يبقى انا كده طلعت اللي انا محتاجاه، المين والفارينس. يبقى هقول ان الاكسبريشن ده هو الديستريبيوشن بتاعه عباره عن نورمال ايه؟ 10 و32. بس كده. عندنا برضو كان سؤال تاني رقم 12، اداني الديستريبيوشن بتاع الاكس ب 1 و16، والواي نورمال 0 4، وهما الاثنين independent random variables، وطلب مني ال distribution بتاعته x minus 3y plus 5. يعني انا محتاجة ايه؟ محتاجة اقول له هو normal of كام وكام، مين كام والvariance بتاعي كام. طالما يعني انا عارف منين هو linear combination، مفيش مثلا مقسوم على root او في square، just variables عادية زي ما كنا بناخدها، يبقى ده على طول normal، هيبقى توزيعه normal، وهو ده نوع linear combination. تمام. هاخد اول حاجة قلنا expected to x minus 3y plus 5، هنجزأها تبقى to expected of x minus 3 expected y plus 5. ال expected of 5 يعني المين بتاع a constant بينزل زي ما هو 5 على طول. هاخد بقى ايه؟ 2 times ال expected of x اللي هو ب 1، مديهوني هنا في الdistribution، و minus 3 في ال expected of y اللي هو ب 0 عشان برضو هنا عندي ايه؟ المين ب 0 plus ال 5. كل الناتج ده هيدينا 7. عندنا ايه تاني؟ محتاجة خلاص انا جبت المين، يبقى فاضل لي الفارينس. الفارينس بتاع 2x minus 3y plus 5 هنقسمه ازاي؟ 4 variance x، يعني 2 دي طلعت معمول لها square،
plus 9 variance y، ال negative 3 دي بقت ب positive 9، وعندنا variance ال 5 ب 0. variance أي constant بيطلع لنا ب 0 على طول. وهعوض برضو، أنا كان عندي إيه variance ال x بكام؟ مديهوني هنا sigma square عندي كانت ب 16، يبقى 4 times 16 plus 9 times 4، ال 4 دي اللي هي ال variance of y برضو مديهوني كان هنا، ده هيديني كام؟ هيديني 100. يبقى انا خلاص طلعت المين عندي ب 7 والفارينس ب 100، يبقى ده كله كان ديستريبيوشن ايه نورمال 7 100، يبقى الاختيار الثاني ان 7 100. عندنا كمان كان في كويشن نمبر 10، هو كانت فكرته مختلفه شويه. قال لي ايه، let x bar and y bar be sample means of two independent random variables random samples. يعني هو اداني عينتين، المين بتاع الاولانية x bar والمين بتاع السامبل التانية y bar، والسايز بتاع الاولانية ب 10 والسايز بتاع التانية ب 20. وقال لي ايه ان الديستريبيوشن بتاعهم هو نورمال 4 و9 ونورمال 5 و16. اخد بالي من حاجه، هو اداني الديستريبيوشن بتاع السامبلز، مش بتاع المين بتاعهم، مش بتاع الاكس بار والواي بار، يعني هو اداني الديستريبيوشن بتاع الاكس والواي. وقال لي ان هو عاوزني اجيب له المين والفارينس والديستريبيوشن بتاع الزد دي اللي هي عباره عن اكس بار ماينس 2 واي بار بلس 3. عامه انا كده كده عشان هو قال لي استنى، هو عاوز الديستريبيوشن، فانا من غير حاجه استنى هجيب المين والفارينس. طيب هجيب الكلام ده ازاي؟ هو انا عندي الاكس الديستريبيوشن بتاعها كان نورمال 4 و9، ال4 دي اللي هي الميو وال9 اللي هي السيجما سكوير، واداني الان ب10. طيب انا عاوز ايه الديستريبيوشن بتاع الاكس بار عشان استخدمه وعوض في اللينير كومباينيشن. اكس بار، طب هو كان الديستريبيوشن بتاعها عباره عن ايه؟ كان عباره عن ميو والفارينس بتاعها كان بسيجما سكوير على ان. طيب انا عندي الميو بتاعي اوريدي هو الفور. طيب الفارينس بتاعي بقى ايه؟ سيجما سكوير على ان. طب فينهم السيجما سكوير؟ عندي اهي 9 والان عندي برضو اللي هي 10، يبقى خلاص هيبقى اقول الاكس بار هو الديستريبيوشن بتاعه نورمال 4 و9 على 10. ونفس الكلام هعمله مع الواي بار. انا كان عندي مديني ايه 5 و16، ده الميو والسيجما سكوير. طيب انا هنا عاوز الميو والسيجما سكوير على ان، يبقى 5 وايه واخد السيجما سكوير اللي هي 16 اقسمها على ان اللي هي ب 20. انا كده بقى عندي الديستريبيوشن بتاع الاكس بار والواي بار. ابدا اشتغل عادي خالص بقى اللي احنا كنا بنعمله، اقول له يبقى الاكسبكتد اوف زد هو ايه؟ الـ expected of x bar minus 2 y bar plus 3. طيب الـ x هنفرقهم برضو، يبقى expected x bar minus 2 expected y bar plus 3. الـ expected of x bar يعني المين بتاعها كان بكام؟ انا طلعته هنا ب 4، هعوض عنه 4. minus 2 times 5 اللي هي ايه؟ المين بتاع الـ y bar اللي انا كنت مطلعينها 5 بلس 3 يديني كام؟ المين كله هيديني نيجاتيف 3. طلعت المين، يبقى فاضل ايه الفارينس؟ يبقى قال لي ايه، عاوز فارينس اكس بار ماينس 2 واي بار بلس 3، يبقى هي تبقى بتساوي ايه؟ فارينس اكس بار بلس النيجاتيف 2 دي هتطلع بره تبقى 4 فارينس واي بار، والفارينس بتاع 3 هيبقى بزيرو. وعوض من اللي انا كنت جايبه، الفارينس باكس بار كان بكام؟ بنيجاتيف، مش بنيجاتيف سوري، قصدي ب 9 على 10. هحط ال 9 على 10 بلس 4 تايمز ال 16 على 20 اللي هي كانت ايه الفارينس بتاع الواي بار. ده كله هيديني كام؟ هيديني 4.1. يبقى انا كده طلعت المين بنيجاتيف 3 والفارينس ب 4.1، يبقى الزد دي هي ايه نورمال ديستريبيوشن نيجاتيف 3 و 4.1.
احنا كده تقريبا حلينا اغلب الافكار الموجودة عندنا عن linear combination، تقريبا يعني افكاره كلها بسيطة يعني ما فيهاش حاجة. شكرا لكم، وان شاء الله في الفيديو التاني هنكمل باقي انواع distributions.